ذكر الله جل وعلا في سورة الضحى اليتيم والسائل. واليتيم ما كان دون البلوغ، من مات أبوه دون البلوغ، وأما السائل فقد يكون أكبر منك وهو يسألك، وقد يكون أشد منك قوة. ومع ذلك قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال في حق السائل: وأما السائل فلا تنهر. فالقهر يكون بأذى القول والفعل، وأما النهر فإنه يكون بأذى القول دون الفعل. وشتان بين من يخاطب يتيما وبين من يخاطب رجلا سويا الخلقة تاما قائما بين يديه، فهذا يحتاط لنفسه أكثر مما يحتاط فيه وهو ينادي أو يخاطب يتيما لا يملك حولا ولا طولا مع صغر سنه. كذلك في التقسيمات، جاء تقسيمات في السنة ما بين اللحد والشق. فاللحد يكون هو حفرة في القبر نفسه، وأما الشق فإن القبر يبقى كما هو محفورا حفرا رأسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار له ربه أن يلحد له في قبره، أن يلحد له في قبره، مع أن كلا الاثنين جائز لعموم قوله جل وعلا: ثم أماته فأقبره. وبهما أو بكلاهما يحصل مواراة الجسد وهو المقصود شرعا، لكن هذا من التقسيمات التي ليس فيها كبير اختلاف، لكن الإنسان يستصحبها وهو يقرأ السنة.